مشاهدين الكرام متابعينا متواصلين في إجراء اللقاءات في العيد الوطني 42 لمملكة البحرين، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة البحرين وشعبها الأصيل. إلى جانبي في هذه اللحظات الإعلامي السوري نزار العلي أبو الزعيم. نزار، في البداية حاب أقول لك مساء الخير. اليوم وأنت تحضر مناسبة مملكة البحرين التي تحتفي بعيدها 42، ما هي الكلمة التي تقدمها للشعب البحريني والحكومة البحرينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير إلى مملكة البحرين حكومة وشعبا، ونقول لهم مزيدا من التقدم والازدهار في عيدهم 42. ونحن يعني كسوريين في قمة الحزن، وفي هذه الظروف الثلج والبرد والحرب، ولكن واجبنا أن نشارك إخواننا في البحرين أفراحهم. وفي هذه المناسبة أيضا أتقدم بالشكر الخاص لسعادة السفير علي إبراهيم علي المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين في جدة، وأهنيه شخصيا على هذه المناسبة الجميلة. جميل جدا. شهر ديسمبر يجمع لنا ثلاثة أعياد، وهي متقاربة الأيام، العيد الوطني الإماراتي ثم بعد ذلك البحريني هذا اليوم، وفي القريب العاجل القطري. ما هو العنوان الأبرز الذي تصب به شهر ديسمبر حيث أنه يعتبر شهر الأفراح؟ والله يعني هو سؤال جميل منك يا أخي عبد المنان. ديسمبر يعتبر، أنا أقول، هو احتفال الخليج، يعني نقدر نسميه احتفال الخليج. اي نعم، هو احنا راح نحتفل نشارك، يعني الاحتفال مو معناه انه انت يعني ضروري انك تبرز معالم فرحك. قد يكون الانسان حزين لكن يبرز معالم الفرح، يعني من خلالها قناتكم الطيبه. احب ان اقول كلمه لاهلنا في سوريا. نحن نعتذر منكم كل الاعتذار على كل بسمه ابتسمناها او فرح فرحنا وانتم بداخلكم حزن. نعتذر من كل سوري مسلم تألم في هذه الأوضاع وهذه الظروف، ولكن واجبنا أن نشارك أحبتنا من دبلوماسيين وأصدقائنا في مجال الإعلام وغيره من أصدقاء والأحباء، أن نشاركهم، لأن مشاركتنا لهم وهم بالمثل أيضا يشاركون هذا. وشكرا لكم. جميل جدا، أشكرك عمقا، شكرا جزيلا على حضورك لهذه المناسبات رغم سطوة الحزن الكبرى في سوريا وأهل سوريا، ونحن بدورنا نتعاطف مع الشعب السوري وما يمر به من ظروف قاسية. شكرا جزيلا، أشكرك بعمق. ولكم خالص الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. شكرا لك.